صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم بشأن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 للهجرة. وجاء في التعميم أنه خلال شهر رمضان المبارك يكون الدوام الرسمي في وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر.